يلا مشينا يا اخوي، انتبه لا اتكرفس بالعظام دي يا اخوي. دول من بشين وصخين باع ما يرون كيس القمامة، احد يحط عظم هنية ولا انهم ناس انتاج وسرقت المفتاح. لا سيد طيحته وويلي دقيقة، ما ليش سيد طيحت المفتاح يا اخوي من الحميص. يلا يلا امشي امشي بس لا تنكب له. يالا 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 ولا يسمعنا ذا الغبي. امشي رجال امشي امشي. ايها الغولة انت القبيحة كيف تلتين؟ ايه باقي انك تفكوني من الثانية. دقيقة انا اسوي دقيقة. ها فكيتها لك. يلا شكرا. ايه قصدي لا ما نقيلتكم شيء. دقيق يا اخوي راح تطلع هناك. تعال يا مرح. ايه دقيقة واحدة وقد لا اعود. كيف قد لا اعود؟ مع السلامة يا اخوي. ضحكت علينا يا اخوي وسحبت علينا. وش استوي يا اخوي؟ لا ترفع صوتك هنا. من هناك؟ انا جاي جدا اريد عندهم انهم مشرقين. يا اخوي الحقني. اين ذهب هذا البغبغاء؟ كان اريد ان اضعهم في الاندومي. يا اخوي بيسوي لي طبخه اندومي. ما عليك يا ليت احنا نتصرف معهم. طيب انت الحين اشغله وانا افك القفص وانت تدخل خليه يدخل القفص. طيب يا اخوي انا ليه؟ انا راح انتقم من ذا الغول الكري. انا عندي خطه. ايها الغول الكري، ايها الغول الكري، تعال يا الغول الكري. ضحكت عليك. سق علي، سق علي، صب علي. لقد جو راجع ذا الغول. تعال انا كنت اقول مع السلامه. يا ناس احضر لكم حفلة. اوه هكذا اذا يا رجال امشي مش بس. كيف قلت لك الغيرة ما يذكر بعضه؟ ما قالوا هم يعرفون الفزعات. دقيقة يا غولة، ما اسمك؟ انا غولة غولية، واسمي جميلة الغولين، والغولات من غولات. اريدك ان تضعني هناك. يا اخوي غبي مر. اي والله كيف غولة غولات وجميلة الغولات؟ يا اخوي خلت خبيزة يا خليك تفرفر هناك على كيف؟ يا رجال امس والله ادبشتونا انت وياها. انتو سوى زي بعضكم ترى. انت غثيث وهي غثيثة. ماذا تقولين؟ ولا شيء ولا شيء. كنا سبقنا يا اخوي. قلعتك. يقول ايه معه ما عادي من قلقولة. كاننا نمدحها. اني قولة القولين. شفت؟ وجميلة الغولين. شفت؟ وهكذا والغولين. شفت قلت لك؟ هم يحبون الناس اللي تمدحهم. وي والله صح. اشوف الغول ليه سموه غولة؟ يا ناس انا عشان استنبط من هذا ان الغول سموه غول لان الغول يحب الموز. يلا دقيقة لف لف خل عن استنباطاتك دي. اي والله ها كلتش. يا ولد يا ولد يا ولد اني فنان نقول. حطه هنا يا حطه يا اخوي. ذا الجار ازعجني الله يقل يشغله. اي والله خلي الجاعر من ليل بكره والله ما علينا بس خلينا احنا نعشر بس. يلا يلا امشي. يلا 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 يا غول فكني من البيت. شفت كنت تتمنى منها فوق. يلا يا شباب من هنا يا شباب. لقد خرجنا الأول. شفت قلت لك وصلنا نهاية الكهف. أخوي أختي حبيبتي يا غنات يا أختي بتكملين الاندومي الحين. الاندومي من دونك ولا شيء. أنا ما أعرف أطبخ اندومي. أحط نفسي بدل الموية. يا أخوي المفروض تحط موية وفلتر يا أخوي. أنا أحبك يا أختي. وين احبك اخوي. يوه يا اخوي جغول ثاني. خلينا نسعد اخونا قريب.
بطل اخوه الغبي بعد سكع الحديد. اقولك يا شباب، هذا الغول الغبي خير كسر الحدايق وطيحوا بالبلية اللي هي ثلية. واضح والله ما يحتاج لان يشتغل. تعال يا الغول الكري، تعال يا الغول الكري، هي تعال يا الغول الكري. ليه لا تصقعني مرت الثاني سويه. لا يا الغول الكري، تعال يا الغول الكري، تعال هي يسوي حق انت تذكر. يلا بقي واحدة، بقي واحدة. ايوه الغلق كري، ايوه الغلق كري. طوه خلي نجيب الفينوس يا اخوي، ما تقدر تشوف الحفرة قدامي ما يروح يطيح فيها. خلينا نديه بحرف خابي يا اخوي، والله اني خابي من جد، شايف الحفرة قدامي جالي. يا تعال خلينا نطرح مع بعض. يلا طيب طيب طيح ايوه الكري. يلا يلا يا شباب خلينا نرفعكم. يلا يلا رفعتكم يا شباب، والله مشكورين كفو عليكم يا شباب، فزعتوا معايا وانا فزعت معاكم. يا اخوي خل عنك الهيام، الحين نرجع لبيت اسوي لك اندومي يا اختي يا حبيبتي، يا اختي يا حبيبتي. طيب يا شباب لا تروحوا منوك وتعالوا منوك يسووا ذوق بشمايا، واش استفدنا منهم الحين؟ وداعنا يوم القبيحين، استودعكم الله. امشي يا لدي الله، بس ما استفد من شيء، بس قال اروح مني وروح منهم، وش الفوائد؟ ما له، بس اخذنا الجو المغامر ولقبنا غولة وصادنا البشرية. ايش البشرية ايش؟ البشرية الهند تكي يا عيالي. طب وين عيالي؟ ما زاروني لي قحينية قحينية. طرش طرش، وين عيال حشاشة يوب؟ عيالي عيالي. ما عليك يا رجال، راح يجيبونك العلاج ويجوني. ما عليك، ارتاح ارتاح ابن الحلال ارتاح. ما عليك، طيبين طيبين، هم ما بهم خلاف. ارسلت لهم الصيدلية. وبنفس اللحظة من ذاك الليلة نظر النجوم غريب يا اخوي، نحن تحت سقف سماء واحدة. اوه يا لد، اوه يا زمن، مرت بنا الظروف والمحن. اوه يا زمن، وش هذا؟ وش هذا؟ وش اللي قريب مني غير عيانة هايته؟ يا ولد يا ولد، ذيب ذيب ايه بابا، ما تقرب علينا يا الذيب يا الكلب، يا الذيب يا اخوي يا اخوي يا اخوي، قوم 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 قوم، خلينا نمشينا مني هذه المنطقة كلها ثيابين. يا اخوي لا تقومني، كنت احلم احلام سعيدة. ايه ولد، في ذيب قدامنا تقول احلام سعيدة؟ خليك خليك حولي، خليك حولي، لا تطلع من الداير. امشي الذيب، امشي الذيب. اوه ذيب القبيح يا رجال، ارفي ذيب ثاني يا اخوي. امشي امشي، هش هش. اوه لا تهش يا اخوي، هي عشان اخوك وفن بس. والله انك شديد يا اخوي، دقيقة بغيت اطلع من الضوء. يلا امشي امشي، خليك معه متوازي متوازي. متوازي يعني كيف؟ يعني خليك مش بنفس الماشي، لا 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 تخاف، انا اخوك اخوك واحميك ان شاء الله. دقيقة دقيقة ابدا يا اخوي، لا ما بدك تمشي. هذا وش الشيء من دلدل؟ اي والله لا، ناس ميتة ومن داحر وصارني يا اخوي. ايش تروني هنا؟ هش 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 هش، كيف الناس في من ماتت؟ الحين انا ايش درباني؟ ماتت ولا؟ ليه انتحرت يا اخوي؟ يمكن يمكنهم قتلوا انفسهم ولا؟ اتاخذ تجاوب على نفسك يعني من التحرين يعني. ما اعرف وشون، بس انا كنت يمكن انا اتوقع من فعلة الغيلان. ليش الغيلان؟ ما في غيلان هني. يمكن ممكن احنا لازم نستبعد هالشيء فرضيين. الدليل الحقيقة قولا واحدا.
قولا واحد. هذا ايش ذي قولا واحد؟ هذا انا كنت اتابع محقق قولا، لازم نشك بكل شيء. خلاص يا رجال انت بس هرجك واجد. ها وصلنا لبر الامان يا اخوي. دي مقبره، وين بر الامان يا رجال؟ مش بشيء مش بشيء. خلينا ما في جايزه، خلينا نطلعها. جايزه ولا هايزه؟ ترك بتعرف تمشي. هذه جايزة الشهاب الابيض. اي والله الشهاب الابيض. امشي 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 من هنا، امشي من هنا. الشمس عشاق ما. طيب اخوي ننزل بس دروج 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 دروج. الباب مقفول اللي هيك، عارف وش تسوي؟ اتك الباب على العجوز هذا، العجوز النيف. دقيق يا رجو يا رجو، احنا لازم نهتم بالباب ذا عشان يفك لنا عشان نعدي. طيب يا اخوي، ويعني ما نقدر نفك الباب من حالنا. وش تبون انتم هدية؟ قد يصير يا رجال، حنا ندور لنا هالخريطة ذي بنعدي من هيا عشان نوصل للجبل ذا. هي تبون الجبل اللي به شجارة؟ ها هي خلنا نفك لك الباب يا اخوي. بفك لنا الباب. طيب وش السؤال يعني؟ وش المطلوب؟ لا فك لنا الباب نعدي هناك، وإن ما فك لنا الباب ما راح نعدي. يا كريم بس يا صبري عليك. يلا يا اخوي مشينا مشينا. مع السلامة يا راجل الكريم. جانا الذيب هذا ينتقم يا اخوي، لان حشينا على بنات. مشينا انطلق. ليه ما في شيء؟ يا بغيت اطيح. جانا الذيب الكريم. خلينا نطب يا ولد. تمسك بي تمسك بي. يلا يا اخوي يلا. مالك 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 اخوي، يلا لازم ينتقم مني يا اخوي. ما في احد ذيبه يدور على اللحم يا اخوي. خلينا نجي ذيب قبل ما نطيح. ننطيح. وصلنا يا اخوي البر الامين. يلا 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 مشينا مشينا. يلا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. همش يا رجال تغني تراك. دقيقة همش هتولي تروح. يلا 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 دقيقة، انا اقفز اول شيء وانت اقفز بعد. هوب هوب. لا يا اخوي تمت يا اخوي. خلي الان تترك يوم تغنيت قبالك ما خليتني اراكي. اول شيء اول شيء اول شيء هوبا. لا وش ما هذا اليوب المحرم؟ دقيقة وش انا نسوي اليوب؟ خلينا نمكن المباوض يا اخوي. دقيقة دقيقة. وش ما هذي؟ يا الله بس فتح هذا اخوي سلامك القايس. يا ولد ايش تقول يا ولد؟ خلي لوك ركز في اللعبة. لا انا اللي طاح بس ما في اللعبة. اسمعني يا اخوي بغيت اغرق. انا اغرق انا اغرق.